السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نكمل عن اللارج انتستين موتيليتي اللي هو آخر فيديو من تشابتر 63. راح أعتمد كمان على جايتون وعلى فيديو دكتور نجيب وعلى شرح الدكتور، وأصلا راح يكون الشرح على سلايدات الدكتور. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. أول إشي بدنا نعمل كويك ريفيو للأناتومي تاعت اللارج انتستين. إحنا بنعرف إنه اللارج انتستين هي مقسمة لأربع مناطق اللي هم السيكم والكولون والريكتوم والأنال كنال. هلأ السيكم اللي هو أول منطقة من اللارج انتستين هي بتكون موجودة inferior للإليوسيكال فالف اللي بيكون هون مع الجنكشن مع الإليوم. هي عبارة عن small pouch تقريبا 6 سنتي، والأبندكس is attached to it اللي هي الفيريفورم أبندكس. ثاني إشي في عنا الكولون. الكولون بنقسم لأربع مناطق اللي هي في عنا الأسندينج والترانسفيرس والديسندينج وآخر واحدة اللي هي السيجمويد بورشن of the large intestine. ثالث إشي في عنا إياها اللي هي الركتم وآخر إشي في عنا إياها اللي هو الأنال كنال. هلأ في عنا الأوبنينج تاعت الأنال كنال to the exterior بسميها الأنس. هذا الأنس is guarded by an internal anal sphincter وفي عنا الإكسترنال أنال سفنكتر. هلأ الإنترنال أنال سفنكتر اللي هو هذا الإنترنال أنال سفنكتر هذا عبارة عن سموث مسل، فبالتالي هو بيكون انفولنتري. أما الإكسترنال أنال سفنكتر هو عبارة عن سكيليتال مسل، فبالتالي هو مشان هيك بيكون فولنتري. نورمالي الأنس is closed ما عدا خلال العملية الإليمينيشن أوف فيسيز اللي هي عملية الديفيكيشن. هلا أهم فرقين لازم نعرفهم ما بين اللارج انتستين والسمول انتستين اللي هي عن طريق يا أما structurally، وتاني واحدة اللي هي functionally. هلا structurally اللي هي عن طريق السايز، إنه الدايميتر واللينث تاع الكولون بيكون أكثر من السمول انتستين، وهاي الفيتشر هي اللي بتخليني بقدر أعمل ستورج باللارج انتستين بس ما بقدر أعمل ستورج بالسمول انتستين لأنه عنده كمان اديشنال اوتر ماسكولار سيرفيس اللي هي تينيا كولاي اللي هي لونجيتيودنال مسلز. وفي احنا بنعرف إنه المينتريك فلكسس بيكون كونسنتريتد بنيث التينيا كولاي. هلا فانكشنالي الهوستريشنز بس موجودين باللارج انتستين، اما بالسمول انتستين في عنا سيجمنتيشنز. هلا المسكليتشر تاعت اللارج انتستين في عنا لونجيتيودينال سموث مسل وفي عنا سيركيولر سموث مسل. اول اشي اللونجيتيودينال هذول عبارة عن 3 جروبس اللي هم التينيا كولاي. التينيا كولاي اللي هم عبارة عن 3 separate longitudinal ribbons من سموث مسل موجودين على الاوتسايد سيرفيس تاعت الكولون. بيعملوا contracting lengthwise، يعني بيعملوا contracting بشكل طولي مشان يعملوا لي الهوسترا the bulges in the colon. نرجع للصورة. تينيا كولاي اللي هم هدول ال longitudinal ribbons اللي موجودين على ال large intestine. هدول لما يعملوا contraction بيعملوا contraction بشكل طولي، فلما يعملوا الكونتراكشن بصير في عندي الهوسترا. طبعا مع الكونتراكشن تاع السيركولر ماسلز بيعملوا لي شيء اسمه الهوسترا. الهوسترا اللي هي هذول الساك لايك باجز اوف اللارج انتستين اللي هو مقسم له كامل. هلا السيركولر سموث ماسل بتكون كونتينوس للانس اللي هي على طول اللارج انتستين. حكينا قبل شوي انه الانترنال انال سفنكتر هو عباره عن ثيكنينج من السموث مسل، بس هو عبارة عن سيركولر سموث مسل لأنه أكيد يعني هو سفنكتر. ثاني إشي الإكسترنال أنال سفنكتر هو عبارة عن سترياتد مسل يعني سكيليتال، فبالتالي مشان هيك هو فولنتري. هذا بيعمل سراوندينج للإنترنال أنال سفنكتر زي ما شفنا قبل شوي بالصورة. هلا الهوسترا أو الهوستريشنز اللي شفناهم قبل شوي باللارج انتستين هدول نوت فيكست، هما بيقدروا يصير لهم appearing و disappearing يعني بضلهم يروحوا وييجوا حسب ال contraction تاع ال large intestine. هلا ال innervation تاع ال large intestine هاي شغلة حفظ اللي هي ال myenteric plexus وال parasympathetic وال sympathetic input، وفي عنا كمان ال pudendal nerves اللي هم بيعملوا supply لل external anal sphincter. هلا ايش هي الفانكشنز تاعت اللارج انتستين؟ في عنده تو فانكشنز اللي هي الابزوربشن والستورج. الابزوربشن دائما بصير بالبروكسيمال هاف، اما الستورج بصير بالديستال هاف. هلا الابزوربشن
اللي هي عملية انه يصير في عنا absorption للووتر والالكترولايتس من هذا الكايم اللي اجا من السمول انتستن مشان يعطينا بالاخر السوليد فيسيس. ثاني اشي اللي هي ستورج للفيكال ماتر لحد ما يصير لها expelling اللي هي لحد ما يصير لها defecation. هلا الفانكشنز تاعت اللارج مسل سموث مسل يعني معنى اخر الكونتراكشنز اللي هي في عنا اول وحده انه بيعمل ميكسينج للكايم، ثاني اشي اللي هي بروبيلز الفيكال ماتر يعني معنى اخر اللارج انتستن زيها زي باقي الجي اي تراكت بيصير في عندها ميكسينج موفمنتس وبصير في عندها بيريستالتيك موفمنتس او بروبلشن موفمنتس. هلا الميكسينج موفمنتس هذول بسميهم الهوسترال كونتراكشنز، هذول بيساعدوا على انه يعملوا فلويد والكترولايت ابزوربشن. اما عمليه البروبلشن اوف فيكال ماتر هاي بسميها ماس موفمنت. هلا هون الابزوربتيف والستورج فانكشنز تاعت اللارج انتستن، اول اشي بدخل عنا الكايم بيكون فلويد بالاسندنج كولون، بعديها بصير عنا سيمي فلويد، بعديها بالترانسفيرس كولون بصير تقريبا زي المش، باخر الترانسفيرس كولون بصير سيماي مش، بعديها باخر اشي بصير سيماي سوليد، ولما يطلع من الانس بيكون السوليد فيسيز. هلا الاكسس موتيليتي بتعمل لس ابزوربشن او دايريا، وبتعمل كمان اللوس فيسيز يعني الفيسيز ما بيكون سوليد، هاي الاكسس موتيليتي. اما البور موتيليتي بتعمل جريتر ابزوربشن يعني الواحد بصير عنده ابزوربشن كتير مشان هيك المية بتطلع، فبالتالي بيعمل هارد فيسيز بالترانسفيرس كولون وهذا اللي بيعمل عملية الكونستيبيشن. هلا ايش هم الهوسترال كونتراكشنز؟ الهوسترال كونتراكشنز حكينا هم عبارة عن الميكسينج موفمنتس. طيب كيف بصيروا هدول الهوسترال كونتراكشنز؟ اول اشي هم عبارة عن تنتين، واحدة من اللونجيتيودنال مسلز وواحدة من السيركولر مسلز. هلا اللونجيتيودنال اللي هم حكينا عنهم من التينيا كولاي، لما يعمل كونتراكشن معناته رح يعمل شورتنينج لللارج جت. ليش؟ لانه حكينا هم لما يعملوا كونتراكشن بيعملوا كونتراكشن لينث وايز يعني بشكل طولي، يعني زي كانهم بكمشوا الكولون. ثاني اشي اللي هي من السموث مسلز تاعت السيركولر سموث مسل، لما يعملوا كونتراكشن بيعملوا الكونستريكشن رينجز بيكونوا موجودين ات انترفلز على اللارج جت. هلا هدول بيعملوا ناروينج لللومن تاعت اللارج انتستن. هلا توجذر الشورتنينج والكونستريكشن رينجز بيعملوا سوولن باجز ان بتوين الرينجز اللي هم سميناهم الهوسترا. هدول الموفمنتس مشان هيك سميناهم الهوستريشنز اللي هي كمان بيسموها سيجمنتال ساكوريشنز. هلا بما انه صار في عنا constriction وصار في عنا shortening لللارج جت، معناته اللارج جت contents رح يصير لهم compression، هذا بيعمل على انه يسوي لي mixing movements وبصير في عنا chopping. هلا chopping occurs كمان بصير في عنا as well as absorption of water والelectrolytes بصير كمان اكتر لانه زدنا المساحة زدنا surface area لما عملنا chopping. هلا eventually الفلويد والديزولفد سبستانسز بصير لهم progressively absorption لحد ما يصير في عنا بس 80 ل 200 مليليتر من الفيسيز اللي بيطلعوا بعديها من الانس. اذا متذكرين حكينا بالسمول انتستن كمية الكايم اللي بتدخل لللارج انتستن هي عبارة عن 1500 ل 2000 مليليتر، فبالتالي اللي بيطلع بس منها هو بس 80 ل 200 مليليتر، يعني صار في عنا absorption للووتر والالكترولايتس خلال اللارج انتستن. gradually بصير في عندي semi fluid بعديها semi solid fecal matter. يعني الهوسترال كونتراكشنز هم عبارة عن mixing movements بيعملوا facilitate للفلويد والالكترولايت absorption، بصيروا هم كل 30 ل 60 ثانية بيعملوا يعني بصير لهم appear بعديها disappearing. بحتاج زي ما حكينا longitudinal والcircular smooth muscles، longitudinal من التينيا كولاي، circular مشان يعملوا constriction rings، والconstriction rings هدول بس concentrated in some areas. هلا في عندي كمان اللي هي very weak movements بيعملوا pushing للcontents من one bag of hostra to the next، هاي بسميهم segmental propulsions، بس هدول بالعادة كتير ويك وما يعني مش محسوبين دايما. يعني
هلا اخر نوع من الموفمنتس تاعت اللارج انتستن اللي هي بسموها الماس موفمنتس، هدول عباره عن بروبولسيف موفمنتس، يعني هم اللي بيخلوا القايم او بمعنى اخر السوليد ماتيريال اللي راح تصير فيسيز تتحرك باللارج انتستن لحد ما توصل الريكتوم. هاي هي عبارة عن modified peristalsis، يعني مش زي peristalsis اللي احنا بنعرفه، لا هي غير. هلأ خلينا نشرح على هاي الصورة بالأول. هاي هي عبارة عن mass movements. كيف هي؟ أول اشي بصير في عندي strong constriction ring، بتكون very narrow زي ما هي هون. بتكون بالعادة هي transverse colon للsigmoid للrectum. هلأ distal to it for about 20 centimeters تقريبا، يعني بعيد عنها بعشرين سنتي، بيكون في عنا الهوستريشنز they disappear، يعني بروح الهوستريشنز زي ما هو واضح هون. هون كان في عنا هوستريشنز بعديها راحوا، بس كل التيوب الديستال تو ات اللي هي هذا اللي اصلا صار بدون هوستريشنز رح يصير كومبريس، رح ينضغط، فبالتالي رح ينضغط كيونت وحدة، فبعمل بوشنج للكونتنت وماس توجذر ديستالي. يعني أول إشي بيكون في عندي الكونستريكشن رينج، هاي الكونستريكشن رينج بتكون كتير قوية، بتخلي الهوستريشنز بعديها بعشرين سنتي تقريبا إنهم يروحوا. هدول لما يروحوا بخلولي بصير في عندي التيوب هذا كامل اللي بدون هوستريشنز بصير ينضغط كيونت وحدة. هلا لما انضغط هو خلالي انه الكونتنت تاعت اللارج انتستن اللي بهاي المنطقه يصير لها بوشينج از اماس، يعني كوحده واحده ديستالي انه تصير تمشي عبر الكولون. هلا بالعاده هذول الماس موفمنتس بصيروا تقريبا 1 تو 3 تايمز بير داي اب تو 10 تايمز بير داي، بيعتمد حسب الشخص كل واحد كيف. إذا صار في عندي multiple mass movements بصير في عندي الكونتنت pushed into the rectum، وإحنا بنعرف إنه الريكتم normally بيكون empty. ليش؟ لأنه أصلاً الresidual material تاعت الفيكال ماتر بتكون بالsecond half of the colon، يعني ممكن تكون بالsigmoid والdescending colon، أما الريكتم دايماً بالعادة بيكون فاضي. هلا لما تصير الفيكال ماتر pushed into the rectum بصير في عنا a desire for defecation. نرجع هون البروبولسيف موفمنتس اللي هم الماس موفمنتس، هذول بيعملوا موفينج للفيسيس تو ذا ريكتوم مشان يعملوا لي ستيميليشن للديفيكيشن ريفلكس اللي رح نحكي عنه كمان شوي. هلا الديستانس هي بالعاده بتكون بترانسفيرس كولون، تبدا يعني بترانسفيرس كولون وبتمشي بعديها للسيجمويد كولون والريكتوم. هلا الاوكيرنس بالعاده هاي الماس موفمنتس بصيروا بعد الميرز، يعني خاصه كمان انه بعد البريكفاست بتصير، يعني after breakfast بساعة بتضلها تقريبا 10 لـ30 دقيقة، 10 دقائق لـ30 دقيقة، وكل واحدة بدها تقريبا دقيقة لدقيقتين. هلأ الريفلكسز اللي ممكن يعملوا لها initiation اللي هم ممكن تكون من الجاستروكوليك ريفلكس او الدوادنوكوليك ريفلكس، يعني لما يصير في عنا ديستنشن للستومك او يصير في عنا ديستنشن للدوادنم، يعني معنى اخر تملت الستومك او تملت الدوادنم، فبدهم يعملوا بوشينج للاولد ماتيريال مشان يخلوا النيو ماتيريال يتوسع لها مكان. هلا هدول التنين ريفلكسز اللي هي تاعت الجاستروكوليك والدوادنوكوليك، التنين بيعتمدوا على الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هي على الـ sympathetic way of autonomic nervous system. كيف عرفنا؟ لأنه لما أقيم الـ extrinsic autonomic nerves ما بصير في عنا أبداً من هدول الـ reflexes، فمشان هيك هم بيعتمدوا يعني almost certainly إحنا متأكدين إنهم transmitted by way of the autonomic nervous system. هلأ في مرات ممكن يصير في عنا irritation للكولون، زي مثلا بحالة الالسريتيف كولايتس بصير في عنا الالسريتيف كونديشن للكولون ميوكوزا، بهدول الناس بصير في عنا كتير irritation، فبصير في عنا excitation كتير للأوتونوميك نيرفس سيستم، فمشان هيك بيكون عندهم الماس موفمنتس. هدول الأشخاص بتكون almost persists all the time، يعني بيكون عندهم desire for defecation almost all the time. طيب هلأ خلصنا من الموفمنتس تاعت الكولون، هلأ بده يصير في عنا عملية الدفكيشن. الديفيكيشن تتحفز لأنه الفيكال ماتر هي ظلت ماشية من طول الكولون كامل، بعديها وصلت للريكتوم والريكتوم تعبى. هلأ في عنا 3 levels أو 3 phases من الكنترول تاع الديفيكيشن.
أول إشي اللي هو الانترنسيك ريفلكس، زي ما نعرف دائما في عنا المينتريك نيرفس بلكسس هو اللي بتحكم. ثاني إشي في عنا سباينال كورد ريفلكس، وثالث إشي اللي هي انفولفمنت اوف هاير سنترز. طبعا هدول الثلاث ليفلز مش دائما بيكونوا موجودين حسب امتى الواحد بقرر انه يروح على الحمام. هلا اول وحده اللي هي الانترنسيك ديفيكيشن ريفلكس، زي ما حكينا ميدييتد انتايرلي باي الانتريك نيرفس سيستم. هلا كيف بصير لها انيشيشن؟ هلا لما اول إشي لما الريكتم ريسيفز الفيكال كونتنتس، الريكتم بصير له ستريتشنج. هدول ستريتشنج احنا بنعرف انه كل الجي اي تراكت في عنا ستريتشنج ريسبتورز، لما يصير لهم تحفيز بصير تحفيز للانترنسيك ماينتريك نيرفس بلكسس. هلا الاسندنج باث وايز بيعملوا ستيميوليشن للديسندنج وترانسفيرس كولون والسيجمويد كولون، لما بيعمل لهم تحفيز. هلا هدول اللي صار لهم تحفيز معناته هم زاد الماس موفمنتس فيهم مشان يخلي الفيكال ماتر تمشي اكثر داون وتعبي الركتم اكثر. هلا ديسندنج باث وايز هو بيعمل ascending pathways و descending pathways. ال descending pathways بيعمل لهم inhibition، يعني بيعمل inhibition لل internal anal sphincter عن طريق ال VIP وال nitric oxide. يعني أول إشي بيكون في عنا initial mass involvement mass movement آسفة، بعديها بصير في عنا filling للrectum، بعديها لما صار عنا filling صار في عنا stretching للrectum و stretch receptors حفزولي المينتريك نيرفس بلكسس. المينتريك نيرفس بلكسس في عنده تو باثويز، واحد اسندنج بيطلع على الديسندنج كولون والسيجمويد بيعمل لهم يعني ستيميليشن مشان يحفز عملية الماس موفمنتس فيهم ويخلي الركتوم يتعبى اكتر. ثاني اشي عنده ديسندنج انهبيتوري باثوي، هذا بيروح على الانترنال انر سفنكتر وبيعمل له انهبيشن مشان يخليه يصير له ريلاكسيشن. هلا هاي الريفلكس هي بتكون ويك. هلا as soon as السموث موسل بالانترنال انر سفنكتر ريلاكسز، الواحد اذا كان ريدي انه يروح على الباثروم فورا بيعمل، يعني ممكن يعمل كمان ريلاكسيشن للاكسترنال انر سفنكتر وبصير في عنا ديفيكيشن. يعني الانترنال انر سفنكتر صار ريلاكسز، واذا الواحد صار بده يعمل الاكسترنال انر سفنكتر فولنتيرلي ريلاكسز راح يصير في عنده الديفيكيشن. زي ما حكينا هنا انه الريكتال ديستنشن بيعمل انيشيشن للافرنت سيجنالز الموجودين بالانتريك نيرفس سيستم، سبريد ثرو الماينتريك بلكسس للسيجمويد والديسندنج كولون والريكتم. ليش؟ لانه هدول البروكسيمال بورشنز من الكولون هم اللي بيعمل لهم تحفيز مشان يخلي الفيسيز يضلوا يمشي للريكتم ويعبيه اكثر مشان يخليه يمشي لتوردز ذا انس. هلا لو الشخص ما بيقدر مثلا انه يروح على الحمام فبيضلوا حابسها، ايش بصير؟ في عنا السكند ليفل اوف ديفيكيشن اللي هي عن طريق السباينال كورد الباراسمباثيتيك كورد ريفلكس. هلا لما يكون مور ريكتال مور فيكال ماتر كومز داون والشخص مش راضي يروح على الحمام، هذا الريفلكس كان بي امبليفايد عن طريق الباراسمباثيتيك ريفلكس. يعني لما الواحد مثلا انه يضل ينادي عليه حدا وما يرد اكيد هذاك الشخص راح يعصب، ونفس الاشي عندنا النيرفس سيستم بحكي له روح على الحمام بس هو مش راضي يروح على الحمام، فبيروح يعمل كمان امبليفاينج لهاي السيجنال عن طريق الباراسمباثيتيك. كيف؟ انه في عندنا سنسوري فايبرز هدول موجودين بالريكتم، موجودين بالميوكوزا تاعت الريكتم. هلا هدول بيروحوا على اللور بارت تاعت السباينال كورد اللي هم عبارة عن ال S2 و3 و4 اللي هم الساكرال نيرفز، بيرجعوا عن طريق الفلفيك نيرفز، عن طريقهم بيعملوا لي انهبيتنج للانترنال انال سفنكتر، يعني بيعملوا له ريلاكسيشن، وبيعملوا ستيميوليشن للانترنسيك ماينتريك ريفلكس، يعني تقريبا نفس حركة المينتريك نيرفس بلكسس بس هو بيعمل امبليفاينج لهاي السيجنال. يعني بصير في عنا سترونجر ماس موفمنتس وبصير في عنا كمان سترونجر ريلاكسيشنز للانترنال سفنكتر. يعني انت ما رديت علي باول ليفل، انا راح اخليك ترد علي بتاني ليفل. الباراسمباثيتيك كورد ريفلكس جريتلي انتنسيفايز الانترنسيك ريفلكس، يعني هي بتشتغل تقريبا زيها.
هلا الريكتال ديستنشن كمان بيعمل انيشيتنج للكورد ريفلكس، نفس الاشي انه الافرنت سيجنالز بيروحوا على الساكرال كورد بيرجعوا للديسندنج والسيجمويد كولون، بيعملوا نفس الاشي انهم بيزيدوا الماس موفمنتس وبيعملوا على انهيبيشن للانترنال انال سفنكتر مشان يعملوا له ريلاكسيشن. يعني الباراسمباثيتك ريفلكس بصير عن طريق اللور نيورونز اللي هم S2 S3 و S4، هذول بيطلعوا لي سنسوري وموتور فايبرز بيروحوا على السباينال كورد، والسباينال كورد بيطلع لي الافكتور فايبرز عن طريق النيرف البلفيك نيرفز، وهم اللي بيعملوا لي انتنسيفاينج للانترنسيك ريفلكس. هلا لو الشخص ما استجاب لهذا الكول اللي هو ليفل 2 من الديفيكيشن ريفلكس وضل حابسها او انه مش قادر يروح على الحمام بهذا الوقت، الريكتال سنسوري فايبرز they get used to this high pressure، يعني بتعودوا على هذا الهاي بريشر اللي موجود بالريكتم، والريفلكس دايز اوت، يعني الريفلكس تقريبا بيروح، بس بعد فتره بيرد يطق الباب وبيحكي طلعني. الكول may come again. اذا الواحد اخذ الديسيجن انه خلص بده يروح على الحمام بيعمل، بس بصير في عنا defecation reflex عن طريق الهاير سنترز. كيف يعني؟ انه هذا عن طريق الكونشس مايند، يعني بصير في عنا الفايبرز الكونشس ديسيجن ميد ات هاير سنترز عن طريق الفايبرز بيروحوا وبيعملوا كنترولينج للبيدندال نيرفز، وحكينا اول فيديو ان البيدندال نيرفز هم اللي بيعملوا كنترولينج للاكسترنال انال سفنكتر. هلا الشخص نفسه بده يعمل ديفيكيشن، معناته هم بدهم يعملوا انهيبيشن لهذا الاكسترنال انال سفنكتر عن طريق هدول البيدندال نيرفز، فبصير له ريلاكسيشن. هلا البيدندال نيرف مش بس انه بيعمل ريلاكسيشن للاكسترنال انال سفنكتر، لا، هلا مرات انه باي ذا تايم يو جيت تو ذا واش روم الفايبرز الديزاير فور ديفيكيشن ممكن تكون انها ريديوست، يعني انه الشخص بطل بده الديفيكيشن قد ما كان بده بالاول. بس كيف بصير يقدر يعملها امبليفاينج كونشسلي؟ يعني هو بده نفسه انه يزيد يعني ديزاير فور ديفيكيشن، هاي بسموها اللي هي بسموها الفالسالفر مانوفر. كيف هي بتصير؟ اول اشي انه الشخص بياخد ديب بريث، هذا الديب بريث بخليه هولد ات ان ما بيطلعه، وبسكر الجلوتس، يعني صار في عنا اللارينكس بتسكر. هذا اول اشي. ثاني اشي انه بيعمل كونتراكتنج للابدومينال ماسلز، يعني عمل كونتراكشن للابدومينال ماسلز وسكر المجرى الهواء، فبالتالي زاد الضغط على الثوركس وزاد الضغط على الابدومين، يعني معنى اخر هو كانه يعني بيحفز عمليه الموتيليتي من حاله، عمل كونتراكشن للابدومينال ماسلز والدايفرام. هلا هاي الحركه عملت انه زادت الانترا ابدومينال بريشر، يعني معنى اخر كانه بيعمل سكويزنج للهول كولون مشان يعني انه يعمل بوشنج للمور ماتيريال داون ذا كولون مشان توصل ل الريكتم وتعمل له ريستيميوليشن وتعمل امبليفاينج لهدول السيجنالز اجين، اللي هي بسميها فالسالفر مانوفر، يعني معنى اخر زي لما الواحد يشد على حاله، يعني معنى اخر الواحد بصير هيك شكله انه بصير يشد على حاله مشان يعمل كونشس امبليفاينج للسيجنالز اللي كانوا بيطلعوا من الريكتم. هلا هاي الحركه كمان بتعمل ريلاكسيشن للمسلز تاعت البلفيك فلور، معنى اخر انه بيساعد الانال سفنكتر انه يصير له ريلاكسيشن، وكونشسلي كمان بصير انهيبيشن للبيدندال نيرف والاكسترنال انال سفنكترز فبصيروا ريلاكسيشن لإلهم. هلا بوث الاكسترنال انال سفنكتر والانترنال انال سفنكتر لما يصير لهم ريلاكسيشن، وكمان في عنا زاد عمليه يعني صحيه دايد اوت وماتت هاي السيجنال، بس انه احنا رجعناها عن طريق هاي الفالسالفر مانوفر، فصار في عنا initiation لهدول re-stimulation لهاي signals، فصار لها amplifying وال content moves forwards أو outwards وال defecation starts. يعني نعيدهم steps for defecation، يعني نعيدها على هاي الصورة. أول إشي بيكون في عندي mass movements، فصار في عندي filling للrectum، الrectum صار له stretching فصار في عندي stimulation للstretch receptors. ثاني اشي صار في عندي stimulation للmyenteric nervous plexus بالsigmoid colon والtransverse والـ
والديسندين كمان، ونفس الاشي بالريكتوم كمان. لما زادوا معناته زاد اللوكال بيريستالسيس، يعني معنى اخر زادوا الماس موفمنتس. لما زادوا لي الماس موفمنتس معناته زاد الديستنشن اوف ذا ريكتوم، وهيك هاي بتضلها حلقه عبال ما يصير في عنا انهبيشن كمان ل الريلاكسيشن للانترنال انال سفنكتر، والفيسيز بيطلع من الانال كنال. هاي ليفل 1. هلا ليفل 2 حكينا عنها، اللي هي بتصير عن طريق الباراسمباثيتك موتور نيورونز بالساكرال سباينال كورد اللي هم S2 و S3 S4 كمان، بيعملوا لي ستيميوليشن للسوماتيك موتور نيورونز، وهدول السوماتيك موتور نيورونز بيعملوا بانهم يزيدوا الماس موفمنتس باللارج انتستن، وكمان هم بيعملوا انهيبيشن للانترنال انال سفنكتر، بيعملوا الريلاكسيشن للانترنال انال سفنكتر. هلا ثالث وحدة مش مكتوبة هون، اللي هي involvement of higher centers، اللي هي لما الواحد ياخد الديسيجن انه خلص بده يروح على الحمام، بصير في عنده consciously decision انه عن طريق البيدندل نيرفز يعمل relaxation للاكسترنال انال سفنكتر ويعمل defecation. يعني اول اشي بكون في عندي mass movements، بعديها صار في عندي filling of rectum with fecal matter، صار في عندي stretching حفز لي ال stretch receptors حفزوا لي الانترنسك نيرفس سيستم، والانترنسك نيرفس سيستم بعمل انكريز الماس موفمنتس وبعمل انهبيشن للانترنال انال سفنكتر، فبصير في عنا ديزاير فور ديفيكيشن. طبعا هاي ديزاير فور ديفيكيشن ما بتيجي غير لما يتعبى الريكتم، يعني هي بتبدا لما يتعبى الريكتم 25%، وقتها بتبدا هاي الديزاير فور ديفيكيشن. اذا ما الشخص ما استجاب باول ليفل، رح يصير في عنا تاني ليفل اللي هي الباراسمباثيتك، بيطلع عن طريق النيورونز اللي هم S2 S3 و S4، وبيطلع بيرجعوا عن طريق البلفيك نيورونز، بيعملوا لي نفس الاشي، بيعملوا امبليفاينج للانترنسك نيرفس ريفلكس، بيعملوا لي على انهم يعملوا سترونجر ماس موفمنتس، وبيعملوا انهيبيشن اكثر للانترنال انال سفنكتر. اذا الشخص كمان ما راح بهاي المره، بده يصير في عنا الكونشس ديسيجن للهاير سنترز. الهاير سنترز عن طريق البيدندل نيرفز، البيدندل نيرفز بيعملوا ريلاكسيشن للاكسترنال انال سفنكتر، مشان يخلي الشخص خلص انه يطلع الفيسيز out of the body. وإذا البيدندل نيرفز لحالهم ما عملوا لي defecation، الشخص بصير يعمل الفالسالفر مانوفر اللي شرحناها قبل شوي. طبعا إذا الكونتنتس كانوا مور سوليد، رح يحتاج مور بريشر، يعني رح يحتاج مور سكويزنج بريشر، رح يحتاج إنه يعمل الفالسالفر مانوفر سترونجلي أكثر من الطريقة الطبيعية. هلا اذا ما كان في increased intra-abdominal pressure، يعني الشخص ما عمل هاي الفالسالفر مانوفر، اذا كان الكونتنتس فلويد هو ما بحتاج هذا البريشر اصلا. اما اذا كان سيمي فلويد ممكن يحتاج سم بريشر، اما اذا كان سوليد ممكن يحتاجها كتير، وهاي هي انه ممكن يصير في عنده constipation. هلا الناس اللي عملوا spinal transaction او صار لهم injury للسباين، بيكون عندهم عملية defecation a difficult process. وإحنا بنعرف كمان إنه newborn babies ما بيقدروا يعملوا يعني controlling كامل على autonomic nervous system، فبالتالي بيصير في عندهم automatic emptying لل lower bowel at inconvenient times. ليش؟ لأنه because of lack of conscious control. وهذول الأشخاص ممكن يعملوا لهم mechanical cord defecation reflex، بما إنه spine عندهم ما بيقدر يعمل هذول reflexes، يا اما عن طريق الديجيتالز او عن طريق الانيما. ديجيتالي يعني عن طريق الاصابع يعملوا ستيميوليشن للسباينال كورد، او انه يعملوا عن طريق الحقن الشرجيه اللي هي الانيما. هلا باقي السلايدات اللي ضلوا هم بس عباره عن مراجعه، وفي منهم شويه باثو اكيد مشروحين عندنا بالباثو المراجعه، اللي هم كانوا عن الليست اوف سفنكترز، وفي عندنا كمان الليست اوف ريفلكسز، مش غلط انكم تشوفوهم. إن شاء الله أني أكون شاملة كل إشي، وأنا آسفة عن أي إشي ممكن يكون سقط سهوا، والسلام عليكم.